وقد يستفز الحراك ونشطائه أم أنها مجرد تعبير عن حزم ضروري لتفادي انفجار أزمة أكبر لا تحمد عقباها. سيد محمد رادي الليلي، أبدأ معك. التصريحات الحكومية، ألم تحسب الأغلبية الحكومية حسابا لعواقب هذه التصريحات؟ إذا ما لاحظنا يعني كيف تطور الأمر في علاقته بموضوع حراك الريف، سنلاحظ أن المخزن بين قوسين هو دائما يعني لا يضع الحسابات كما هي. فقد يعني جمع الأغلبية الحكومية وخرج بتصريحات في الإعلام الرسمي اتهمت الحراك بالتخوين والانفصال، وكان الرد سريعا من طرف النشطاء يعني الذين يحركون هذه الخطوة داخل الريف. ووصلت الرسالة عن طريق مسيرة الأمس، يعني مسيرة الأمس التي شارك فيها نحو 200 ألف شخص، والتي يعني لم يتم فيها المس بالممتلكات العامة، بل يعني حتى المتظاهرين يعني قاموا بحماية سيارات الشرطة وقوات الأمن، وحتى يعني لما قام الأمن بإغلاق المنافذ المؤدية إلى الحسيمة تدخل أحد زعماء هذا الحراك اللي هو ناصير الزفزافي، وهدد السلطات بأنه في حال لم يتم فتح المنافذ سيذهب شخصيا إلى هذه الأماكن، وقد يقع هناك تماس بين الأمن والنشطاء. الحراك مستمر منذ نحو 7 أشهر الآن، لماذا اختارت الأغلبية الحكومية هذا التوقيت للإدلاء بهذه التصريحات، ولماذا اختارت هذا الشكل من الاجتماع مع وزير الداخلية الذي ليس محزبا بالمناسبة وزير الداخلية؟ نعم، لكن حتى اختياره كوزير للداخلية وهو الذي ينتمي لهذه المنطقة هو رسالة من بين الرسائل التي يوجهها النظام إلى عدد من المناطق حينما تثور. ففي الريف حينما يعني ظهر موضوع الحراك، أرادت الحكومة استعمال الجزرة أو العصا والجزرة، لكن كما قلت بأنه الخروج في مسيرة الأمس أعطى رسالة إلى النظام على أنه لا يمكن تخويف كل آلاف المشاركين، ولا يمكن استعمال القوة في مواجهة هؤلاء الأشخاص، بل يجب فتح الحوار. ونعلم بأن الآن هل نفهم من كلامك أن اجتماع الأغلبية الحكومية جاء ربما للتهديد باستعمال القوة ضد المتظاهرين؟ هي رسالة يعني إذا لاحظنا أنه رئيس الحكومة يحضر في اجتماع يرأسه وزير الداخلية، وهذا يعني انتقاص لرئيس الحكومة ولشخص رئيس الحكومة في وجود هذا الاجتماع، لكن كانوا يريدون إرسال هذه الرسالة، لكن جاء الرد كما قلت سريعا عن طريق هذه المسيرة. وبحسب المعلومات التي توصلت بها اليوم هن أن الأطراف التي تحرك هذا الحراك الريفي، حراك الريف من خارج المغرب، ستعقد اجتماعا غدا في إسبانيا وسيحضره. يعني كلامك هذا يؤكد نوعا ما تقوله الأغلبية الحكومية عندما تتحدث عن تحريك أو عن عمالة لأطراف خارجية تمول وتحرك الأطراف الخارجية. إذا كانت مغربية ما هو الغريب في الأمر؟ إذا كانت دولية كما يعني تحدث أحد الكتاب الذي ظهر فجأة ويكتب عني شخصيا ويكتب عن ناصر الزفزافي ويقول بأننا اجتمعنا مع المخابرات الجزائرية في فرنسا ونسقنا للدفاع عن البوليساريو من جهة ولتحريك الريف من جهة ثانية، يعني هذه لكن هناك كلام آخر يقول إن هؤلاء المغاربة الذين يحركون ويمولون هذا الحراك في الحسيمة هم يدعون أو لديهم نعرات ونزعات انفصالية. ولماذا إذن الدولة المغربية لا تقدم أدلة عن كل ما ينشر من موضوع التخوين؟ ولماذا يعني تتستر وراء أسماء غير معروفة في الساحة الإعلامية؟ ولماذا يعني يصادر حق كل شخص في أنه ينظر أو يتعاطى مع منطقته، من لأنه نحن في أوروبا، الأشخاص الذين يوجدون في أوروبا ربما لديهم هامش من الحرية أكثر من الأشخاص الذين يوجدون على أرض الواقع مثلا في الريف أو في الصحراء، لذلك لا يمكن أن تحدثونا كثيرا عن القضايا. إذن لماذا تصادر حقي أنا في رؤيتي للمنطقة بهذا الشكل، وأقدم لك أيضا يعني ربما خارطة طريق للخروج من أزمة تصنعها بنفسك؟ سيد مصعب حمودي، تعقيبك على هذه المسيرة التي خرجت أمس والتصريحات الحكومية أيضا.
نعم، المسيرة هي واضحة المعالم، هناك منطقة مهمشة مسلوبة من حقوقها حتى البسيطة في الكرامة في العمل. من هنا أتت مسيرة عادي، شيء عادي جدا. ما يشد انتباهي هو ردة الفعل الآن. ردة الفعل جاءت على مستويان، المستوى السياسي أي بالحكومة التي عوض البعث على إيجاد حلول ناجعة ومفيدة انتهجت نهجا آخر يتم في الاختصارات الساذجة. سيد مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة قال أمس إن الحكومة تتفهم المطالب وأنها ستعمل على الاستجابة إليها. نعم، نحن ننتظر، هي كما ذكرت منذ 7 أشهر، يعني الحل منذ 7 أشهر يبدو أنه قد طال نوعا ما. هذا من الناحية السياسية. يوجد بعد آخر هو البعد الدستوري، وهنا دور المخزن الملك. يعني صورة الملك لما التي سوقها لنفسه هو ملك الفقراء. ها نحن الآن أمام أناس فقراء يطلبون القليل من الكرم، لماذا لا يكون هناك مرسوم ملكي؟ هل يعني تتحدث عن ضرورة تدخل الملك شخصيا في هذه القضية؟ هذا ما يطالب به البعض أيضا. إذا تفاقمت الأزمة، إذا عجزت الحكومة على جعل مشاريع تنموية، نعم يجب تدخل المخزن. نعلم يعني حتى جغرافية منطقة الريف فيها الكثير من الأراضي، أراضي صالحة للزراعة ومتروكة هباء، يعني هناك في منطقة من الشمال إلى الشرق. يقول البعض ممن ربما ينتقدون ما يحصل في الحسيمة إن هذه الأراضي يرفض الأهالي استصلاحها لأنهم يستخدمونها في زرع الحشيش والكيف. أبدا، لأنه غالبا ما يقال أن الكيف والحشيش هذا والقنب الهندي يأتي من أوروبا، يعني من التصدير وليس من الزراعة. الآن المشروع في نفس ذاته هو في ذاته يهمل الزراعة، ولما نرى المشاريع المقدمة لهؤلاء الأهالي هي تجنيدهم. يعني أهالي الريف لا يصلحون إلا للخدمة في الجيش. على المخزن إن عجزت الحكومة أن يتدخل حتى يثبت أنه حقيقة في خدمة الفقراء على القصد شخصي الملك. سيد كامل مرعش، تعليقك على ما حدث هذا الأسبوع. في الواقع أنا قراءتي ربما تتفق إلى حد كبير مع زميلين، وأضع ذلك في خانة التراجع. يعني الحقيقة كنا نأمل من المغرب أنه أقدم على إصلاحات ربما ديمقراطية، وأنه وضع القطار على السكة كما يقال، لكن هنا تبرز تراجع كبير في الواقع عندما نتهم حركة احتجاجية وطنية لا تطالب بأي شيء إلا باحتجاجات منطقية ومشروعة، نتهمها بأنها مؤامرة من الخارج ونبقي عليها كل هذه التهم الانفصالية وغيرها. هذا يعد خانة التراجع وضعف للحكومة عن كل الوعود التي سبق وتراجع عن المسار الديمقراطي عن المسار الديمقراطي. وأنا الآن أصبحت أضع أسئلة، هل منذ 5 سنوات عندما أعلن المغرب عن هذه الإصلاحات هو فقط للانحناء أمام عاصفة الربيع العربي، والآن عندما تأكد للجميع أن هذا الربيع كانت مخرجاته وبكل أسف سيئة وتدميرية، عندما ننظر النموذج الليبي والنموذج اليمني والعراقي والسوري، يعني تختلف وجهات النظر في هذا المجال. سيد كامل مرعش، هناك من يرى إيجابية وهناك من يرى سلبية. ليست هناك إيجابيات على كل حال في المنظور العام والإجمالي، أين هي الإيجابيات في سوريا وليبيا؟ يعني وهذه الأنظمة الآن أصبحت مقتنعة أن هذه الشعوب لن تدخل مغامرة أخرى تسمى الربيع العربي الثاني، لأنها تعرف مسبقا ماذا سيحصل لها من تقتيل وتدمير وربما استحواذ. يراهنون إذن على الخوف، على خوف الحراك، يراهنون والآن لعدم تفجير أزمة أكبر، وهناك تراجع، وهذا مثال كبير على هذا التراجع. سيد محمد رضي، هذا التراجع واضح، وأنا أؤكد يعني كلامك من خلال يعني هذه الرؤية اليومية لما يقع في المغرب، أنه إذا بدأنا من الجنوب شمالا في مدينة بجدور مثلا كانت هناك احتجاجات لما يسمى بمجموعة المقصيين، وتم اعتقالهم وصدرت في حقهم أحكام بالسجن النافذ 3 أشهر يوم أمس. في مدينة العيون لا زالت مجموعات المعطلين
يعني تقيم مجموعة من الاحتجاجات بشكل شبه يومي في مدينة سوس. يعني الريف أنت تريد المقارنة بالريف، يعني هو الريف ربما هي منطقة متقدمة من كل هذه الأشياء الحديثة والتي يعني أصبحنا نسمعها عن في المغرب. سوس مثلا، سوس يعني الناس تشتكي من ما يقع في سوس. في إفني هناك مجموعة من المعطلين لا زالت تحتاج، لكن هناك أمر لافت 30 يوم أمام ميناء المدينة دون أن تفتح السلطات حوارا معهم. إذا توجهنا مثلا إلى زمور، وهي منطقة أمازيغية غنية، هي الآن تستعد للحذو مع حذو منطقة الريف حسب ما علمته من بعض الأصدقاء هناك. يعني هناك مجموعة من النقاط المشتعلة والتي ستزداد اشتعالا إذا لم يتم التعامل معها بحكمة. ويجب أن يظهر الملك في المشهد كما قلت سابقا، يجب أن يظهر الملك في المشهد من أجل يعني القطع من الفساد، ومن أجل يعني إظهار فعلا على أننا يعني دولة ديمقراطية، وأن هذه الدولة فعلا تحمل شعار الحق والقانون كما يشاع. سنعود للحديث عن هذه النقطة بالتفصيل، لماذا لم يظهر الملك في المشهد حتى الآن، لكن بعد هذا الفصل الإخباري. عودة إلى النقاش المغاربي مشاهدينا، نواصل الحديث عن أحداث الحسيمة ومسيرة أمس. سيد محمد رضي الليلي، كنت تتحدث عن ظهور الملك في المشهد، وهذا ما أشار إليه أيضا السيد مصعب حمودي قبل قليل، لماذا لم يظهر الملك في المشهد حتى الآن؟ إذا لاحظنا يعني أو تتبعنا تصريحات ناصر الزفزافي قبل يعني حوالي 15 يوم، نشر فيديو يهاجم فيه الملك. الذي حدث أنه هناك أطراف من داخل الحراك انتقدت تصريحات الزفزافي وقالت لماذا تذهب بعيدا في تصريحاتك، لماذا يعني لا تتحدث عن ربما المسافة الموجودة بين الملك والتدبير الشأن المحلي. ما لاحظناه يوم أمس هو أنه في كلمة الزفزافي الذي جاء إلى المسيرة مرفوقا بسبعة من حراسه الخاصين، أنه يتعرض لتهديدات، تهديدات ربما يتحدث عن تهديدات أو ربما محاولة اغتيال، وإنما تحدث من داخل السيارة ووجه الاتهام إلى محيط الملك وذكر الهمة والماجدي وأخنوش والفتيت يعني وزير الداخلية، وقال بأن هناك أطراف تريد أن تورط الملك في موضوع الريف وتريد أن لا تنقل الصورة كما هي في منطقة الريف. وأعتقد على أنه إذا وصلت الصورة مضببة إلى الملك ربما لا يحدث. بما أنك تحدثت عن الصورة، هناك أمر لافت وقع أمس، هو أن القناتين الأولى والثانية المغربيتين قامتا بتغطية الحسيمة ومسيرة الأمس. هل يعني ذلك بأن هناك ربما إدراك لخطورة الوضع؟ لا، في الإعلام العمومي هناك إحراج. يعني سيد كامل مرعاش مسيد الواقع، استغرب يعني هذا الحبل السري الذي لا يريد ان ينقطع بين الملك وبين الحكم في المغرب، فلينتهي هذا الحبل السري الذي نشاهده ولا نشاهده، هو يعمل دائما في الخفاء تحت الطاوله. يعني لماذا ذلك سيد كمال مرعاش؟ بالطبع يعني الان الملك هناك حكومه ومنتخبه وديمقراطيه ويجب ان تحكم هذه الحكومه، يجب ان تتحدث عن دوله عميقه يعني في المغرب، تتكلم على المخزن. إذا كان يعني الكل يستحضر هذا المخزن عندما تحدث مشاكل، وكأن هذا الحبل السري ما زال يخنق المغرب. لماذا لا يقطع هذا الحبل السري؟ لماذا لا؟ ربما لأن هناك التفاف من قبل من يتحكم في المشهد السياسي، والحكومة ليست، أنا بالنسبة لي الحكومة هي مجرد كراكيز. ربما لأن هناك التفاف أيضا من قبل المغاربة حول المؤسسة الملكية. سيد كامل مرعاش وسيد محمد رضي الليلي، ألا تعتقد أن هناك التفافا من قبل المغاربة حول المؤسسة الملكية، يرون فيها ربما أساسا لاستقرار المملكة؟ لا حول شخصية المغاربة، يجب أن يلتفوا حول المشروع الديمقراطي الذي ينتخبه الشعب، يجب أن يحكم ويحكم بمشروع ويقدم مشروعه للشعب، والشعب هو الذي ينتخبه لينفذ هذا المشروع، هذه هي الديمقراطية الصحيحة. أما أن نبقى حبل سري تحت الطاولة يتدخل عند الحاجة و
يصرخ المغاربة عندما يحتاجون إليه ويأتي إليهم بالمنقذ. إذن سنبقى في هذه المعادلة ولن تختفي هذه المعادلة من المغرب. سيد مصعب حمودي، أريد العودة إلى خطاب زفزافي في واقع الأمر الذي يعني نظر إليه على أنه خطاب انفصالي وكذا. كان يجب الرؤية إليه بطريقة أكثر تحليلية، يعني على أنه عينة. فيعني هو مثل لنا أن كل هذا التهميش الذي تتعرض له ناحية أو فئة هو ليس نزعة يعني هكذا عفوية، وإنما هو نتاج عن التهميش والاحتقار. فهذه الأنظمة أوصلت شعوبها حتى إلى الترحم على المستعمر القديم، صاروا يرون المستعمر القديم يعني أولى من الكثير. لا، هذا يمكن حتى أن نعممه على العديد من الدول العربية، يعني هناك حتى عينات من الخطاب في الشارع تشير إلى هذا، وكان على الحكومة وعلى الملك أيضا أن يأخذوا هذا الكلام بعين الاعتبار وأن يزنوه ويقدموا حلول بدلا من شعارات يعني ساذجة نوعا ما. هناك جهود كثيرة مقترحة للوساطة في هذه الأزمة. سيد محمد رضي الليلي، من يجب أن يقوم بهذه الجهود للوساطة ولحل الأزمة ولتجنب تعاظم هذه الأزمة؟ على ما أعتقد أنه والي جهة طنجة تطوان تحدث عن فتح حوار. نعم، فتح حوار، ولكن قال بأنه لا يجب فتح حوار مع أشخاص غير منتخبين من طرف الشعب، ويقصد بأنه يجب فتح حوار مع المنتخبين الذين تم انتخابهم في الانتخابات الماضية. أما أن يفتح حوار مع نصير الزفزافي أو مع المجموعة التي تحرك الحراك، أعتقد على أنه بالنسبة له هو يعني ماذا عن حزب الأصالة والمعاصرة مثلا؟ هل يمكن أن يلعب دورا؟ يعني إذا لاحظت أنه مثلا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة يوجد خارج المغرب، ويتحدثون بأنه يعملون يضعون مقارنة بين وجود إلياس العماري فيما يتعلق بتفكيك أكاديميزيك، مخيم أكاديميزيك في مدينة العيون، أن إلياس العماري كان موفدا من القصر وكان يتحدث باسم القصر وكان يحضر، ولم يتم إفاده للحسيمة، والآن لا يتم إفاده في هذا الظرف. لماذا؟ ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يقول ربما هناك ارتباط بأجندة محددة سلفا مع شخصية أمريكية. نشر على الفيسبوك صورا له مع إحدى الشخصيات الأمريكية، يعني استقبله. لكن هو يطالب بالحوار منذ مدة، إلياس عماري، لماذا لم يتم اللجوء إليه؟ ربما أن الدولة لا تريد الحوار، لأنها ربما لا تملك ما تقدمه لهذه هؤلاء الأفراد المحتجين بالألاف. ولهذا لجأت إلى تلفيق التهم بالتآمر حتى تستطيع أن تقضي على هذا الحراك الاجتماعي الذي يخشى أن ينتقل إلى مناطق أخرى إذا كما قال السيد محمد رضي الله عنه تراجعات عن النهج الديمقراطي في المنطقة. ننتقل إلى